للحديث عن الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان وخطورة إعادتهم إلى البلاد، معنا من لندن الأستاذ زياد المنجد الصحفي والإعلامي السوري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. كيف تنظر إلى تبرير اليونيسيف قرارها تخفيض إمدادات المياه لمخيم إرسال على اللاجئين السوريين؟ أولا تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. لا شك أن هذا الإجراء هو إجراء إجرامي بحق الإنسان السوري المهاجر واللاجئ إلى الأرض اللبنانية، فكما قال تقريركم أن النظافة والمياه خط أحمر بالنسبة للإنسان. لو نظرنا إلى أن المخصصات للإنسان حسب معايير الدولية هي 30 لتر لكل شخص في اليوم، فإن اليونيسيف قلصت هذه المياه، كمية المياه المخصصة للاجئين، من 27 لتر إلى 7.5 لتر يوميا، وخفضت تكاليف سحب المياه الآسنة من 17 لتر إلى 2 لتر يوميا. لا شك أن هذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بالإنسان واحتياجاته الأساسية، إضافة إلى أن ما يخلفه طوفان المياه الآسنة في المخيمات النازحين. نحن نعلم أن هنالك في عرسال 64 ألف لاجئ، 45 ألف منهم يقطنون في المخيمات. هذه المخيمات لا يوجد فيها صرف صحي، إنما هي جوار فنية يتم فيها الصرف الصحي. وعندما تتقاعس اليونيسيف عن جر هذه المياه الآسنة فإنها سوف تؤدي إلى أمراض، وخاصة بالنسبة للأطفال. طبعا اليونيسيف تقول أن ذلك يعود إلى عدم وجود التخصيصات، وهم قادرون على تقليل وظائف أو تكاليف أو الرواتب الشهرية لهؤلاء الموظفين، وبالتالي أو الاستغناء عن عدد من الموظفين. موظف يعني راتب موظف واحد أو موظفين يمكن أن يؤدي إلى يعني دفع تكاليف، الفرق في تكاليف هذه الأمور. ولذلك فكل هذه الأمور تأتي في خضم الضغط على اللاجئين السوريين لإعادتهم إلى كنف النظام لقتلهم هناك. وهذا الأمر يبدو أنه يشترك فيه الكثير من الدول ومنها الحكومة اللبنانية. يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان إلى مضايقات من جهات شتى في لبنان، لنقف على هذه الأسباب، لماذا برأيك؟ لا شك أن يعني المكونات السياسية الموجودة في لبنان والتي يحكم كل منها منطقة، هنالك حزب الله يسيطر على الكثير من الأراضي اللبنانية، وضمن هذه الأراضي يوجد لاجئين. هنالك الدروز كذلك يسيطرون على بعض المناطق ويوجد فيها لاجئين. هنالك المسيحيين، والمسيحيين جهتين، هنالك يعني الموارنة و جماعة عون. هؤلاء كلهم يعني بتناقضاتهم السياسية يؤدي أو يدفع اللاجئ السوري ثمن هذه التناقضات. حزب الله لا يريد السوريين للاجئين السوريين الاستمرار، ويود دفعهم إلى داخل سوريا، وبالتالي يضغط عليهم من أجل أن يعودوا إلى سوريا. وهذا الأمر ليس جديدا، منذ بداية وجود اللاجئين السوريين في لبنان هنالك بعض البلديات فرضت منع التجول على السوريين بعد الساعة 8 مساء، وهذا الأمر مستمر في كثير من المدن اللبنانية. هنالك المسيحيين الموارنة ضد النظام السوري، وبالتالي يريدون أن يغيظوا النظام السوري ويضغطون على اللاجئين لكي يعود هؤلاء إلى سوريا، وبالتالي يعني ضد النظام. وهنالك جماعة عون والذي هو للأسف يحكم لبنان، ونعلم أن وزير خارجيته باسيل يعني استمر في الضغط على المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين. هذه التناقضات كلها يدفع
يعني فاتورتها اللاجئ السوري في لبنان، وبالتالي الكل يعني يعمل من أجل مصلحته الشخصية. لماذا تصنع دائما صورة نمطية ترتقي إلى خطاب الكراهية والتمييز العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان؟ يعني لو عرفنا أن حزب الله الذي يسيطر حقيقة الأمر على السلطة في لبنان، ويعني رئيس الوزراء يأتمر بأمر حزب الله، وحتى رئيس الجمهورية ميشيل عون يأتمر بأمر حزب الله، وبالتالي الكلمة الأولى في لبنان حاليا لحزب الله، ومعروف موقف حزب الله بالنسبة للنظام السوري، هو قتل السوريين في سوريا، فكيف له أن ينظر إلى السوريين ويراهم يعني في لبنان ويعيشون حياة رغيدة؟ لذلك يحض على الكراهية، وهنالك وسائل التواصل الاجتماعي ويعني ينشر فيها الكثير من الأمور التي تحض على كراهية المواطن السوري واللاجئ السوري في لبنان، وشاهدنا الكثير من الاعتداءات حتى وصلت إلى ظرف القتل. هناك الكثير من المواطنين السوريين اللاجئين قتلوا على يد أشخاص ينضمون إلى هذه العصابة أو تلك أو تلك، وهذا أمر يعني نشاهده يوميا تقريبا. طيب أستاذ زياد، لماذا لا نرى تدخلا على الأرض من قبل المعارضة والائتلاف السوري، لا سيما لصالح أو لنجدة اللاجئين السوريين في إرسال؟ لن نرى من الائتلاف السوري المعارض إلا البيانات، وهذا الائتلاف العتيد الذي يدعي أنه يمثل المعارضة السورية لم نجده تدخل في أي شيء يدعم الثورة السورية، وبالتالي لا نتوقع أبدا أن نجد أي عضو من أعضاء الائتلاف يزور هذه الدولة أو تلك لمناقشة أمر يتعلق بالسوريين والثورة السورية، وبالتالي لا أمل في هذه المعارضة. لا بد لنا من أن نتحد نحن السوريين جميعا، ونقف ونشكل كيانا سياسيا يتكلم باسم المعارضة السورية، من أجل أن نحفظ حقوقنا كسوريين في داخل سوريا وفي خارجها. شكرا جزيلا من لندن الأستاذ زياد المنجد الصحفي والإعلامي السوري، شكرا جزيلا.